بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سميع. إلا أن تتقوا منهم تقاتم، هذه التقية والوقاية لازمين لنا، أعنا كلا ولا فايدة باش ما نعملوش دخلوا في المقام الأول اتقاء منا مؤامرات الأعداء في كل مكان. ولا تلقى روسي إلا من رحم ربك، ولا إنجليزي ولا أمريكي ولا هولندي ولا حاجة منا تطمئن إليه. قليل اللي مش يكون مغيار على الحقوق، حقوق الإنسان. قولوا ما شئتم على حقوق الإنسان، بتغييركم حقوق الله خالق الإنسان وغير الإنسان، بتغييركم عليك بركيك خطأ كبير. النص أصبحت حقوق الإنسان لا مكان لها في واقع الأمر، وكانوا ينتهزوا السياسيين المفسدين في الأرض ينتهزوا هذا الكلام لزيادة قهر الإنسان منا تحت الطاولة في غيبات السجون. ولهذا اللي رومكم باش تعتقدوا حقوق الإنسان وتنساوا حقوق الله وتحاربوها، ريحة ريحة حقوق الله نحيها نحيها من عندنا والبطل، وما عادش تعودها. وارجع في كلامك، هذا لغتهم عشناها، وعطانا ربي قوة التمييز وقوة الثبات على التوحيد والعهد مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، القائد الموفق القائد الأعظم للمؤمنين القاطبة على مر الدهر، والسلام على من أراد السلام.